لازم نقول لحضراتكم على لجان الوافدين، ودي لجان الحقيقة مهمة جدا، لأن هي أي شخص هو مغترب عن محافظته كان بيبقى عنده مشكلة في إدلاء صوته ويمكن ما يلاقيش اللجنة قريبة منه. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مجموعة من اللجان الانتخابية في كل محافظة يقدر المغترب أو هذا الوافد اللي موجود في محافظة غير محافظته أنه يروح وينتخب داخل هذه اللجان في الانتخابات الرئاسية 2024. من خلال اللجان دي تقدر تتعرف على وجودك داخل اللجنة، وتقدر أن أنت تدخل علشان تعرف لجنتك تدخل على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.com، وتقدر تعرف لجنتك فين لو أنت عايش في محافظة غير المحافظة اللي أنت أصلا منها، إزاي تروح وتنتخب. يبقى معانا دلوقتي على التليفون أستاذ عبد الناصر أنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية. مساء الخير على حضرتك، ولو تقول لنا مسألة اللجان الوافدين، ويعني باختصار كده الناس تعمل إيه لو هو مغترب من محافظة غير محافظته، وإيه التسهيلات اللي أنتوا بتقدموها علشان الناس تقدر أنها تروح وتنتخب في غير محافظتها؟ مساء النور عليك وعلى مشاهدينك يا أستاذة هدير. خليني أبدأ مع حضرتك أن لجان الوافدين هي واحدة من أهم التدخلات اللي الهيئة الوطنية للانتخابات استخدمتها عشان تيسير وصول الناخبين للجان الاقتراع دون تعطيل مصالحهم أو تعطيل أمورهم الحياتية التي تتطلب انتقالهم خارج دوائر الجغرافية التي بها أصواتهم الأساسية. وبالتالي في كل محافظة من محافظات مصر 27 محافظة هناك لجان محددة للوافدين، إجمالي عددها 361 لجنة نوعية. يمكن لأي مواطن أنه يدخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويستعلم عن المحافظة التي سينتقل إليها والمركز الذي سيذهب إليه، هيلاقي قدامه عناوين هذه اللجان، يقدر يروح لهذه اللجنة ببطاقة الرقم القومي فقط لا غير، ويقدمها للمستشار الموجود داخل اللجنة الذي سيرسل ليه آلية الإدلاء بصوته بشكل سلس وبسيط ودون أي إثباتات تطلب منه من أجل أداء هذه المهمة. فده امتياز مهم جدا، ربما كان واحد من أهم الامتيازات اللي احنا طالبنا بيها لفترات زمنية سابقة، وتدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات هذه المرة. يعني عايز أقول لحضرتك إن احنا القاهرة بمفردها عندنا 58 لجنة للمغتربين داخلها، الجيزة عندنا 46 لجنة، المحافظات ذات الكثافة العددية الكبيرة من المشتغلين من خارج تلك المحافظات زي محافظات جنوب سيناء، زي مرسى مطروح، زي الإسكندرية، هنلاقي إن اللجان بتزداد عددها طبقا لمعاملات الهيئة الوطنية مع وزارة الداخلية استخدمتها عشان تقيس أعداد هؤلاء المغتربين وتقدر تيسر عليهم هذه العمليه بشكل جيد. عايز اقول لك ان ده مش التيسير الوحيد اللي الهيئه استخدمته، لكن عندنا مجموعه عظيمه جدا من التيسيرات استخدمت لصالح الاشخاص ذوي الاعاقه، ربما بتجعل النموذج المصري واحد من افضل النماذج في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه على المستوى الدولي، علشان كده المنظمه الدوليه التابعه للامم المتحده للأشخاص ذوي الإعاقة أشادت بالنموذج المصري اللي وفر بطاقات الاقتراع بطريقة البرايل للمكفوفين، وفر آلية للرؤية البصرية للأشخاص المصابين بالإعاقات السمعية عشان تقدر تيسر عليهم، في كروت تصويتية ذات آلية للاستماع تيسر عليهم معرفة كيفية التصويت، عدا إن القضاة نفسهم عندهم تعليمات بمعاونة الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا الإعاقات الحركية فيما يتعلق باللجان إذا كانت في أدوار عليا، إن القاضي بنفسه هو الذي ينزل لهذا الناخب بمساعدة السكرتير وياخد تصويته بشكل كبير جدا. الحقيقة إني كمان عدد لجان الاقتراع زاد بشكل كبير جدا، يعني لو حضرتك فاكرة في 4 أكتوبر مع بدء إجراءات الدعوة للانتخابات كنا بنتكلم عن 10,085 لجنة، النهاردة احنا فوق ال 11,000 11,631 لجنة احنا بنتكلم. ده معناه ان المسوح التي جرى العمل بيها فيما يتعلق بتيسير قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم تطلبت كمان تخفيض نسب عدد الناخبين الموجودين على كل صندوق اقتراع. صحيح. هنا ده كله بيقول ان
المواطن توفرت لي التيسيرات التي تدعم ذهابه إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر. كل الآليات اللي الدولة استخدمتها بتعزز المشاركة لدى المواطنين دون توجيه لانتخاب مرشح بعينه أو إقصاء لمرشح بعينه. الجميع على قدم المساواة، الجميع لهم كل التقدير والاحترام. الناخب يذهب ويدلي بصوته كيفما شاء. أي مشكلة ممكن تواجه أي ناخب في غرف عمليات في إيه نوعية المشكلات اللي ممكن تواجه الناخب اللي داخل يدلي بصوته؟ ممكن إيه هو اللي كمان هو ممكن يعمله يبطل الصوت ده من غير ما هو يبقى عارف؟ شوفي، إحنا عندنا أسباب إبطال الصوت، في أسباب ممكن تكون أسباب ليها علاقة بحسن النوايا، عشان كده بيبقى مهم إن إحنا نقول للناخبين عليها. صوتك ما ينفعش تأيده بشرط، يعني ما ينفعش تدي علامة لمرشح وتقول انا بصوت له علشان خاطر هو بيعمل كذا. ده يبطل صوتك، برغم ان انت هنا بتحفز او بتحبس سياساته، لكن ده غير مسموح بيه. الصوت اللي انت ممكن وانت بتدلي بصوتك رغبتك وحماسك يخليك تكتب اسمك على بطاقة الاقتراع نفسها. انك حد يديك بطاقة من بره ويقول لك صوت فيها، دي بطاقة زي اللي موجودة جوه وهات لنا اللي جوه. استبدال بطاقة الاقتراع ببطاقة غير اللي القاضي سلمها لك يبطل صوتك. إذا أبديت صوتك بطريقة يصعب من خلالها التثبت لمن تعطي هذا الصوت، يعني بتعمل علامة صح، فعلامة صح جابت اسمين مش اسم واحد، هنا الصوت بيبقى باطل. إن حضرتك وإنت بتعمل العلامة تعملها بدل ما تعمل علامة صح تعمل علامة إكس، فده كمان غير مسموح به فيما يتعلق بالتصويت في بطاقات الاقتراع. وبالتالي الناخبين هيلاقوا ان في ارشادات وفي صور ورسوم موجوده قدام اللجان بتشرح له كيف يصوت، وبتشرح له كمان ايه المعوقات اللي ممكن اذا اخطات فيها يعتبر صوتك باطل عند الادلاء بصوتك داخل اللجنه. طيب عشان كده كل دي موجوده عندنا. استاذ عبد الناصر، ملاحظاتك على المشهد الانتخابي بعد التصويت المصريين بالخارج، الانتخابات في 2024 واختلافها عن الدورة السابقة. خليني أقول لحضرتك أن تصويت المصريين بالخارج في هذه الدورة ربما كان نسب الإقبال فيه أعلى بكتير جدا من الانتخابات السابقة في الدورات الثلاثة اللي كان فيه تصويت للمصريين بالخارج. وربما كان تصويت المصريين في الخارج رسالة لمواطني الداخل لاستشعار أهمية هذه الانتخابات ومدى تأثيرها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. الحقيقة ان هذه الانتخابات اهميتها ترتفع لدرجة تجعلها مهمة وطنية اكثر مما هي مجرد استحقاق وطني خاص بعملية الادلاء بالصوت لاختيار رئيس جمهورية. لان الاحداث واللي مرت بيها الدولة ومرت بيها المنطقة خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا اثبتت خطورة هذا المنصب وقيمة هذا المنصب في تعزيز سياسات بعينها للدفاع عن استقلالية القرار الوطني، عن وحدة وسيادة سيادة التراب الوطني المقدس، للدفاع عن مصالح الدولة المصرية. الانتخابات كانت قبل كده يمكن، واحنا بنتكلم قبل شهر اكتوبر، قبل 7 اكتوبر الماضي، كان العنصر الاقتصادي ربما هو السائد والغالب على تحفيزات المصريين في التصويت. لكن بعد ما شهدته غزة، بعد الحديث عن مؤامرة لها علاقة بصفقة القرن اللي بتحاول تفرض لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم إلى جزء من سيناء، كل ده خلى هذه العملية لها أهمية أكبر بكثير جدا كان من مجرد ليه انعكاس على العملية الانتخابية. حضرتك شايف كده كل المشهد السياسي والاقتصادي والأزمات اللي بتشهدها المنطقة وبالتحديد بلدنا متأثرة شرقا وغربا وجنوبا بعدة أزمات، شايف ده أنه كان ليه انعكاس على المشهد الانتخابي وعلى وعي الناس السياسي؟ طبعا كان ليه انعكاس كبير على الوضع العام، وكمان كان ليه أهمية كبيرة جدا في تحفيز قطاع واسع من الشباب على الاهتمام بالعملية الانتخابية والتفاعل معها بشكل كبير جدا. خليني أقول لك إن أحد أهم المكاسب اللي احنا كسبناها في فترة التحضير لانتخابات الرئاسة 2024 هي اكتساب قطاعات واسعة من الشباب للمشاركة. عايز أقول لك إن تأسست خلال الشهور الماضية ما يقرب من 68 مبادرة شبابية وكيان شبابي هدفهم هو تعزيز فكرة المشاركة، مارسوا أنشطة على الأرض هدفها توعية المواطنين
أنشأوا مكاتب لإيضاح مقر اللجان ومساعدة المواطنين على التعرف على مقر التصويت الخاصة بهم في مختلف أنحاء الدولة المصرية. في كل مكان الشباب بقى مهتم، متعاطي، متفاعل مع العملية، مدرك كويس جدا إن هذه الانتخابات ليست كسابقاتها. الانتخابات هذه المرة هي انتخابات الهدف منها تمكين العلاقة وتقوية أواصر الدولة المصرية، وبالتالي أنا متفائل بشكل كبير جدا فيما يتعلق بنسب إقبال المواطنين. وعايز أقول للمواطنين إن الهدف مش من المشاركة مش بس إن إحنا نحسم مين هو رئيس مصر للست سنوات القادمة، الهدف الحقيقي هذه المرة هو تقوية مؤسسات الدولة، هو إثبات قوة الصوت الوطني فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح الدولة المصرية. الصوت هنا أصبح ليه قيمة مهمة جدا في منح القوة والقدرة والصلابة للقرارات التي ستتخذها المؤسسات الرئاسية والتنفيذية فيما يتعلق بالعديد من الملفات الصعبه اللي احنا طيب استاذ عبد الناصر انا عايزه اتوقف مع حضرتك عند النقطه دي. لو حد شايف انه النتيجه محسومه لصالح مرشح ما، وان كانت حتى هي دي النتيجه اللي هو شخصيا عايزها، لكن مكسل يروح الانتخابات، انت شايف تقول له ايه؟ ايه اهميه نزوله للانتخابات؟ انا عايز اقول لحضرتك ان 5 أصوات فقط قادره على ان تحسم منصب رئيس الجمهوريه، لان قدام ال4 مرشحين لو في 5 راحوا أنا كده عرفت مين هو رئيس الجمهورية. عظيم. لكن عايز أقول للمصريين وياخدوا بالهم معايا إن تقاعسك عن الذهاب لصندوق الاقتراع ربما يبدل النتيجة لمرشح لم تكن تتوقع له أن يفوز. ولو أنا وحضرتك مرشحين قصاد بعض وحضرتك معاكي 7 أصوات وأنا معايا 3، الطبيعي إن حضرتك تنجح وتنجحي بفارق كبير جدا، لكن لو 5 من أنصار حضرتك كل واحد لوحده قال ما الباقيين رايحين والفرق كبير فانا مش هروح، هتكون النتيجه ان انا هبقى 3 زي ما انا، لكن حضرتك هتبقي 2 وتغيرت النتيجه. دي نقطه اولى مهم جدا الناس تاخد بالها منها، لانها مش بس فرضيه رياضيه، لا وحدثت بالفعل في انتخابات رئاسيه مصريه سابقه. طيب استاذ عبد الناصر انا عايز اسال عن نقطه بعينها، يعني انا عايز اسال عن عدد المشاركين في العمليه الانتخابيه براي اهل السياسه، ومسألة كمان أهمية العدد ده للتشريعات الخاصة بالمؤسسات الدولية المؤسسات الحكومية. أنا عايز أقول لحضرتك إن كلما ازداد عدد المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية كل ما ده كان معزز لصورة الدولة ولمؤسساتها ويقوي قدرة هذه المؤسسات في الحديث باسم الدولة، لأن كلما زاد عدد المواطنين اللي شاركوا في تلك الانتخابات كل ما كان ده دلالته أكبر على الرضا العام عن طبيعة وتركيبة النظام السياسي، وبالتالي في كثير من القرارات بتكون عملية اتخاذها أسهل كل ما كان متخذ القرار بيتمتع بشعبية كبيرة. صحيح. ولو حضرتك افتكرتي احنا عندنا 3 حالات سبق ان مؤسسة الرئاسة طلبت فيها من المواطنين الخروج للتفويض الشعبي كبديل عن استخدام آلية الاستفتاء اللي معقدة وتحتاج لتكاليف مالية كبيرة جدا. صحيح. وكان رد المصريين على الأرض على طول بأعداد كبيرة جدا، يعني من شهر بالظبط رئيس الجمهورية اتكلم على الضغوط الخاصة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وقال إنه لو طلب من المصريين الخروج لإبداء رأيهم هيقولوا طب أنا دلوقتي عندي صندوق اقتراع بديل للخروج للشارع أستخدمه وأستفيد منه. عشان كده المصريين لازم يكونوا واعيين، مساهمتك في حل القضية الفلسطينية وفي نصرة الفلسطينيين جزء كبير منها تصويتك في انتخابات الأحد إلى الثلاثاء القادم. الأزمة الاقتصادية اللي انت شايف ان فيه قرارات صعبة لازم تتخذ فيما شأنها، أصواتكم الكثيفة في صناديق الاقتراع ستعزز قدرة المؤسسة على اتخاذها. نهر النيل اللي احنا بنتكلم على مخاطر تهدد حصتنا التاريخية فيه، صوتك في صندوق الاقتراع أداة مهمة جدا لتقوية قرار الرئيس فيما يتعلق بالدفاع عن هذه الحقوق التاريخية. عشان كده مهم جدا خروج الملايين لصناديق الاقتراع. نحن على ثقة بوعي المصريين، اختباراتنا مع المصريين قبل كده بتقول انهم في اللحظات الصعبة بيكونوا على قدر المسؤولية وبيبهرونا
بالتفافهم وسندتهم للسياده الوطنيه، لكن لهذا لا يمنع اننا نعيد التوجيه والتكرار للتاكيد على اهميه المشاركه، اهميه الذهاب الى صناديق الاقتراع، اهميه التواصل في حال وجود اي عائق صحيح. غير مقصود او مقصود، لان الهيئه الوطنيه وكافه مؤسسات الدوله مستنفره لتيسير الاجراءات لصالح المواطنين. صحيح. اي مشكله استعدادات على قدم وساق للانتخابات الرئاسيه طبعا. بكل تاكيد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر انديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.